السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم غادي تشوفوا معايا روتين ليوم من ايام الاسبوع. هذا اليوم هذا هو اليوم اللي كنقوم به بالحمام المغربي. الحمام المغربي كما كتعرفوا ماشي هو سكراب او تقشير كنقوم به يعني تحت الدوش، ولكن هو حمام عنده طقوس خاصة ديالو ومواد خاصة اللي كنستعملوها، ولا معروف يعني عالميا هذا الحمام هذا المغربي اللي خدا يعني واحد الشهرة كبيرة. ومؤخرا خبراء التجميل كينصحوا بالعمل ديال حمام مغربي مرتين على الأقل في الشهر، لأن عنده فوائد كثيرة ومتعددة، منها يزيل الخلايا الميتة بعد أن تنفتح مسامات الجسم يعني بمساعدة البخار، كذلك يعمل على تجديد البشرة وإعادة النضارة إليها من جديد، كذلك يقوم بإذابة الشحوم المتراكمة في الجسم وتنشيط الدورة الدموية ويزيل الإرهاق العضلي والعصبي. يعني فوائد كثيرة ما يمكنليش نحصرها لكم في هذا الفيديو هذا. لذلك أنا بعد ما كنقوم بالحمام المغربي ديالي يعني قبل من الحمام كنقوم بعد التحضيرات المسبقة قبل، باش هكذا ملي كنسالي الحمام كنكون يعني مرتاحة وكنبقى مستمتعة بداك اللحظات اللي دوزتها في الحمام، كنبقى محافظة عليها من بعد الحمام. ماشي فاش كنسالي كندخل عاد المطبخ نطيب نظف وداكشي، علاش انا دائما قبل من الحمام كندير بعد التحضيرات وعاد كنبدا في الحمام ديالي. الا بغيتو تعرفوا معايا الطريقه كيفاش انا كندير الحمام المغربي ولا الطريقه ديالي النهار اللي كندير الحمام، خليكم معايا لاخر الفيديو. وقبل من ذلك كنقول لكم الا كنتو اول مره كتشوفوا الفيديو ديالي ما عليكم غير تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله، وكذلك ما تنساونيش بلي لايك وتشجيع. اول حاجه كندير كنوجد الغداء او العشاء على حسب، الا كنت غادي نستحم في الصباح كنوجد الغداء ديالي مسبقا، والا كنت يعني غادي نستحم في المساء كنوجد العشيوة ديالي وما يعني داكشي اللي غادي يرافقها. دابا حضرت واحد الطويجن ديال الحوت درته بالخضر، طاجين اللي هو عادي صوبته في الفران وصافي وطيبته وحطيته على جانب. وجدت السلطه ديالي سلطه عاديه خضراء بعد ما غسلتها، درت الخيار الافوكا الطماطم والذره وجدت لها لاصوص ديالها، وما غاديش ندير لها لاصوص داك الساعات حتى لوقيتها فاش غادي نبغيو نتعشاو عاد غادي ندير لاصوص. صافي من بعد قديت يعني الديسير ولا اي حاجه عندكم يعني اللي غتحطوها في العشاء، قديت واحد شويه ديال الدلاح كان عندي قطعته طريفات حطوها حطيته كزليفات وصافي. وغادي ندوز كذلك غادي نحضر واحد ليميفا او لا مافي غادي نديرهم يعني ساهلين ماهلين، غادي نحضرهم وهكذا باش ان شاء الله هما اللي غادي نحطهم في الكوتي. غادي نحضر دابا واحد الكاب كيك ساهل، جوج بيضات كاس الزيت كاس السكر طحين خماره والفاني طبيعه الحبسه ديال الملح. غادي نعبر بهاد الكويسات هادو، السكر الزيت جوج بيضات كبسة ديال الملح غادي نضيف واحد الكويس ديال الحليب ولا يمكن لكم تعوضوه بعصير البرتقال. الدقيق غادي نعبرو بهذا الكأس الكبير هذا ديال 250 مليلتر،
مالا المعلقة ديال الخمارة مع الدقيق، نضفو الخليط ديالنا، صافي كنعمر دوك لي كاب كيك ديالي. صافي هاد لي كاب كيك بحال هكا، يعني زيتهم فقط بشويه ديال الشوكولا وغادي ندخلهم الفران. اللي بقى لي ديال داك الكاب كيك داك الخليط ضفت عليه واحد شويه ديال الشوكولا، بودرة الشوكولا الداكنة أو المرة، وصافي عمرت بهم هاد القوالب هادي. باش هكذا نديرو جوج كيلات من عجينة واحدة، الفينك ديالهم هادو بعد ما خرجناهم الفران صافي كنخليهم يبردو، فما الشكل ديالهم كيجي رائع وكيجي زوين. صافي هاد المافين هما اللي غادي نخليهم ان شاء الله للكوتي. غادي نوجد دابا حويجاتي ديال الحمام. قبل ما كندخل ندير الحمام ديالي كنوجد واحد المقشر اللي هو طبيعي. هاد المقشر هذا يعني متكون عنصرين فقط، اللي هي الماده اللي غنستعمل هي القهوه، قهوه بودره. انا قهوه بودره كنستعملها طبيعيه، ما كندير شيء، يعني داك القهوه اللي حتى كنكونوا استعملناها يعني طيبناها وداك التخت ديالها هو اللي كنستعملو. انا دائما كندير القهوه اللي هي طبيعيه باش هكذا كتكون محافظه على المواد ديالها اللي فيها، لان داك المواد راها مفيده للبشره. كنستعمل قهوه طبيعيه وكنستعمل زيت كما بغى يكون، زيت الزيتون سواء زيت اللوز الحلو سواء زيت الكوكو، يعني اي زيت متوفر عندكم يمكن لكم تستعملوا بها هذا المقشر هذا. انا كنفضل نستعمل زيت ارغان يعني عندي يعني متوفره زيت ارغان، هذه خاصه بالتجميل. كناخذ واحد المعلقه ديال البن او القهوه بودره، كنضيف عليها واحد المعلقة ديال زيت أرغان أو كما قلت لكم أي زيت يكون توفر عندكم، يعني وديروا الكمية اللي تخلط لكم هذا البن هذا كما كتشوفوا على هذا الشكل. هذا كنجمع شعري بهاد لابوند هذه، كنديرك على شعري باش ما كيتوسخ لي شيء. واخا غادي نغسلو ولكن كندير هادي دائما فاش كنبغي ندير شي ماسك ولا مقشر كنديرها على الشعر ديالي هكذا، وعاد كنبدا نحضر المقشر ديالي نحطو على وجهي. صافي غادي نبدا نديرو على وجهي وندير حركات دائريه في الوجه ديالي كامل والعنق ديالي ما عدا المنطقه اللي حول العينين، وصافي ندير واحد الماسك اللي هو خفيف من حول من بركوشي على البشره ديالنا باش هكذا البشره ديالنا ما نضروها شيء. غادي ندير هذا المقشر هذا ونتلاقاو من بعد. من بعد ما كنستعمل المقشر ديالي يمكن لكم تستعملوه قبل ما تدخلوا للدوش، وممكن فيما يمكن لكم تستعمل يعني تستعملوه في وسط لا دوش، يعني نتوما لداخل في الحمام وانتوما يعني كتديروا المقشر لوجهكم كتشلو وصافي وكتبداو في الحمام ديالكم. انا هادشي اللي كنديرو المقشر بعد المرات في تحت لا دوش، وبعد المرات كنديرو قبل وكنغسل وعاد كندخل الحمام ديالي. كندير الطقوس ديال الحمام المغربي كما كتعرفوه، الكيس المغربي اولا الليفه كما كيقولوا لها في الدول العربيه الليفه، وكندير الصابون البلدي بطبيعه الحال، الصابون البلدي اللي ضروري ضروري البنات في الحمام المغربي. ولكن قبل كتهيئوا الجسد ديالكم كديروا واحد الا كان عندكم هكا لابينوار كتعمروها بالماء وكتسترخاو فيها واحد شويه، وكديروا هكا شي اعشاب عطريه مثلا الورد الخزامه وكترخاو فيها مزيان، ومن بعد يعني داك الجلد ديالكم
يعني كيرطب، باش هكذا كتجيكم سهوله فاش كديروا التقشير ديال الجسد ديالكم او للقماش، يعني بالصابون البلدي والكيس المغربي. هذه الطريقه ديالي ديال الحمام المغربي. من بعد ما كنسالي الحمام المغربي ديالي، كنرش الوجه ديالي بهذا الماء الورد اللي كنكون حاطه، يعني وضعه في الثلاجه باش كيكون بارد. كنرشو على وجهي، اما كنرشو ونخليه كينشف، ولا كنرشو وكنمسحو بشويه ديال القطن هكذا باش كنغلقوا المسامات ديال الوجه ديالنا. دائما البنات ما عمركم ما تحطوا ماسك والمسامات ديال الوجه ديالكم يكونوا مفتوحين. فين ما ديروا شي مقشر دائما غسلو بالماء دافي ومن بعد بالماء بارد، وعاد ديروا الماسك ديالكم. اولا ملي كتخرجوا من الحمام دائما نرشو وجهتكم بماء الورد ولا غسلوه بالماء بارد باش هكذا المسامات كيتسدوا. وعاد نديروا الماسك ديالنا اللي مولفين. انا اليوم غادي ندير واحد الماسك طبيعي، غادي ندير الماسك ديال الطين الابيض، هاد الطين لارجي الاغونجي الا باديان، يعني من سم بالاورانج والباديان. هاد كنشكر اولا الصديقه ديالي منال، الصديقه ديالي العزيزه اللي هدتني هاد المجموعه هذه اللي فيها يعني هاد الماء ديال الكاموميل وزيت اللوز الحلو وهاد الطين الابيض وهاد يعني هاد بوم اليفغ. هادشي كله يعني يعني طبيعي، ما فيه لا مواد حافظه ولا مواد مضافه، كلشي طبيعي 100%. الحمد لله المغرب راه متوفر فيه هاد الاشياء هذه كلها. هذه السليله فيها كلشي. دابا ان شاء الله غادي نحضر الماسك ديالي اللي غادي ندير. غادي ندير واحد الملعقه صغيره ديال الطين الابيض وغادي نخلطها اما بماء طبيعي او لا ماء الورد. وغادي ناخد الماء الورد غادي نرشو لن على حسب كيفاش عندكم. غادي نخلط هذاك الطين الابيض، نديرو فقط الكميه اللي غادي نحتاجو الوجه ديالنا. الخليط ديالنا نخليه شي شويه سائل باش هكذا نقدروا نسرحو على الوجه ديالنا. وهذا غادي ناخد واحد الشيته او لبانسو به غادي نخلط هادشي، يعني غادي نطاليه على الوجه ديالي. من بعد ما كنترك هذا الماسك على الوجه ديالي حوالي 10 او 15 دقيقه حتى نشوف الوجه ديالي كيبقى داك الطين كينشف، ويعني في داك الوقت تنكونوا هكا مرتاحين ما نهضروا ما حتى شي حاجه، باش هكذا الوجه ديالنا كيتجبد لنا مزيان وما كيبقاش يوقع لنا ما كيحرقناش فاش كنكونوا كنهضروا. يعني في داك الفتره هذيك ناخذوا واحد فتره راحه لينا حنايا السيدات ونجلسوا ونرتاحوا على ما ينشفنا داك الماسك داك المده ديال 10 حتى 15 دقيقه. من بعد نغسلوه بالماء دافي ومن بعد نغسلوه بالماء بارد، ومن بعد نرشو الوجه ديالنا بماء الورد بارد اولا بحال دابا انا غادي نرشو بهاد الكاموميل. من بعد غادي ندير الكريم ديالي المعتاد، يعني لاكريم الا درتو حمام بالنهار ديروا الكريم ديالكم ديال النهار، درتو حمام بالليل ديروا الكريم ديالكم ديال الليل، اولا زيت اللوز الحلو ولا اي زيت عندكم كتفضلوها. يعني من بعد الماسك راه غادي تكون شي حاجه اللي هي مفيده ومفيده جدا. ومن بعد غادي ندير هاد البوماليف ديالي ديال الشفاه ديالي وصافي، ويكون الحمام ديالي بهذا الشكل انتهى. من بعد ما كنسالي الحمام ديالي كان طبيعه الحال من بعد واحد الترطيب يعني جيد للجسم كامل، وطبيعه الحال القدمين حتى هما ما نساوهمش بالترطيب. صافي كنلبس حويجاتي وكنلبس التقشيرات ولبس البنوار ديالي وصافي، ومشي نصوب ليا واحد تيزان هكذا ونتغطى ونسخن شي شويه لان الحال بارد وصافي، وكنرتاح كناخذ واحد القسط من الراحه.
من بعد ما ارتاحيت نضت هكذا باش نوجد الكوتي للدراري، يعني حضرت لهم الحليب بالكاكاو مع داك لي كاب كيك اللي صوبنا. انا ما خديت والو، خديت يلاه واحد الكاب كيك دقتها كيفاش جات، لان باقي عاد غادي نتعشى، باقي الطاجين ديال الحوت والصالاد وعاد الديسير. صافي كنت هكا شاعله شميعات باش يعطيونا يعني جو ديال الضيف في هذا البرد هذا. صافي كان هذا هو الروتين ديالي البنات، كيفاش كان ندوز النهار ديالي، النهار اللي كنكون غندير الحمام مغربي. كنتمنى يكون الروتين ديالي عجبكم، الى عجبكم دائما كنقول لكم شجعوني وخليا لي لايك ديالكم، ولا كان عندكم شي تساؤلات خليوها لي وقولوا لي تنتوما في التعاليق كيفاش كديروا النهار ديال الحمام المغربي ديالكم، شنو كديروا. كان الفيديو ديالنا هو هذا، سلام ان شاء الله مره اخرى غادي نتلقاو فيديو اخر، فكره جديده وموضوع جديد، وكنقول لكم السلام عليكم وبصحتكم وراحتكم، الحمام الى درتوه.